نكتب لك الطابلو يا صديقي من فضلك ارسم لي لوحه زيتيه وموضوعها فلان. صاي ما راكش الفنان هنا، راك دير انتاج، راك دير انتاج تصويري، ما دير انتاج فني. وباس ندير من واش نقول الفرقه، يعني راني فرحان بزاف بزاف باسكو جيت المغربيه، وثانيا راني مع فنانين تاع المغربيه عفوا. انا غادي نسيب واحد السيد يلقاني في مهرج ولا انا راح يقول لي بغيت نزاد كل شيء راح تدير المغربيه، ما عرفتش ولا جبت الجيل ولا عرف بلي المغربيه فيها فنانين كبار. عاودت من بعد 30 عام عرفت كما قال لي واحد الصحفي دروك، قال لي حسيتك من روبي كبير بزاف، قال لي نقرا من روبي نقرا من روبي نقرا حسيتك عندك. انا نقول له بلي السن لا تسبني عندي 60 ولا 70. كانوا مجموعه عندنا طلبه غير باش نضحكوا، طلبه في ديالو اللغات في مطار اللغات في الجامعة، كانوا يجيو عندي موديول تاع ار دراماتيك، يقروا عندي بصح في الجامعة سو ا كونديسيون يجيو يقروا عندي في اللوكال تاع لندن. كي دخل قال لي حوس على الاستاذ نيوبي، انا كنت نسودي في الديكور، ندير الكاسك ونسودي في الديكور. قلت له شكون انت؟ قال لي عندي لابليكاسيون تاعي باش ندير ستاج تاعي هنا. قلت له حط لك السنين، قال لي لا انت سودي ماشي كاسك. قال لي حوس على بيرو انا. هي صح اسلوبها كنا نديرو اشياء في الميدان الثقافي، الله يسلمك. الميدان الثقافي لو مو تاع الميدان الثقافي كيعرف الثقافه، لكن كل واحد عنده الثقافه. تكلمنا عن الثقافه، لابد الثقافه ثقافه الحياه. صح صح مستقبل راح نشوف مجموعه راح